أكد سفير مصر لدى لبنان علاء موسى أن الهدف من جولة السفراء في مطار بيروت هو دعم الحكومة اللبنانية. وخلال مؤتمر صحفي للحكومة اللبنانية وعدد من سفراء الدول في مطار بيروت، أكد موسى دعم مصر لخلق مناخ إيجابي من أجل الوصول إلى حلول للتهدئة في لبنان. احنا وجودنا في هذا المطار في الحقيقة الهدف منه هو رسالة دعم لهذه الدولة للبنان، رسالة أيضا إلى كل الأطراف على أنه ما نحتاجه في المستقبل هو التهدئة، والتهدئة وليس البحث عن مناغصات وأشياء أخرى تزيد من حدة التوتر. نعلم جميعا أنه لبنان وضع في الإقليم يتأثر بما يدور في هذا الإقليم، وبالتالي ما نسعى إليه نحن وأنتم والحكومة اللبنانية هو أنه فترة قادمة نهدئ من حدة هذا التوتر قدر الإمكان، نبحث عن مخرج في ما يخص الوضع في غزة وصولا إلى وقف إطلاق نار دائم، وتأكيد على أنه هذا الأمر سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع ليس فقط في لبنان إنما في جبهات عديدة، وهو هذا هدفنا.